الدكتور صبري عثمان مدير خط نجدة الطفل بالمجلس القومي للأمومة والطفولة. دكتور صبري ازاي حضرتك؟ خير يا فندم. انا سامح استاذ. اهلا بحضرتك. عندنا خبر النهارده بنستعرضه من الجمهورية للأمومة والطفولة يتدخل لإحباط زواج طفلين بمحافظة الغربية. ده شيء مهم جدا ان احنا نكون متواصلين بشكل فعال، ما يبقاش عندنا الحاجات مسميات ويبقى مظهر عندنا بس، يعني كل حاجة يبقى عندنا فيها تفاعل سريع، والاطفال مهمين جدا الحفاظ عليهم، ودي ثقافه موجوده في بعض القرى ان هو بيتجوز عندهم جواز القاصرات والاطفال. تمام يا فندم، تمام. احنا امبارح الجمعه رصدنا من موقع التواصل الاجتماعي وقعه يعني صور متداوله لطفلين من محافظه الغربيه. وعلى الفور تدخلنا وارسلنا احدى جمعيات الشركه محطه للطفل وتاكدنا من صحه الواقعه. وحاولنا التواصل مع أسرة والد الطفل يعني ما استجابش معانا. احنا كنا طالبين نقدم له الارشاد والمشوره عن مخاطر واضرار الزواج المبكر. لا انا عايزك تقول لي بالراحه دكتور صبري عشان الناس تستفيد، وكمان الجيران، الناس اللي موجودين في قريه، الناس اللي موجوده وعايزه تبلغ، قول لي الناس عملت ايه وانت عرفت الموضوع ازاي وتحركت ازاي وايه رد الفعل، يعني برضه عشان يبقى اللي بيسمعنا يقدر لو قدامه حاله زي دي حتى لو هو مش موجود في المكان او من القريه او جيران للحاله دي ويقدر يتصل، يقدر يتصل ازاي ويتفاعل معاك ازاي ويبلغك ازاي. احنا خط مجلس الطفل هو خط معي تركز الشكاوى من الاطفال والبالغين فيما يتعلق بانتهاكات او تعرض الطفل للخطر او عنف او الاهمال، ودور الخط يعمل على ابعاد اي خطر عن الطفل. احنا بنتلقى البلاغات سواء على اتصالات تليفونيه، سواء من الطفل نفسه، سواء من اي من اسرته اذا كان الطفل معرض للخطر من الخارج، من المدرسه، من اي شخص محيط بمحيط الطفل او شاف الطفل في وضع الخطر. الواقعه بتاعت امبارح بتاعت الطفلين دي احنا من احدى وسائل رصد البلاغات عندنا مواقع التواصل الاجتماعي. يعني تواصلت معاه بشكل سريع جدا وقدرت انك توقف هذه المهزله يعني. احنا تواصلنا وارسلنا الجمعيه وتبين ان الواقعه كانت خطوبه. سواء كانت خطوبه او زواج هي في كلتا الحالتين هي ضرر وتعرض الطفل للخطر. الناس استجابت معاك يا دكتور صبري؟ هم الاسره قالوا ان هي خطوبه بس. حاولنا نقدم المشوره وارشاد عن اضرار الزواج المبكر. اسره البنت كانت متجاوبه نوعا ما، لكن اسره الولد الاب مش متجاوب وما رضاش يوقع على اقرار او تعهد انه مش هيتمم اجراءات الزواج الا بلوغ السن القانوني. وبناء عليه احنا ابلغنا النيابه العامه وطلبنا اعمال الماده 98 من قانون الطفل اللي بتنص على ان احنا بنقدم انذار كتابي لولي الامر لتلافي اسباب تعريض الطفل للخطر. الوضع اللي احنا فيه ده تعريض الطفل للخطر وفقا لماده 93 من قانون الطفل. احنا طالبين انذار ننذر ولي الامر بتلافي اسباب الخطر، عدم تعريض الطفل للخطر مره اخرى. يعني انت فعلت القانون بشكل قوي فتم الاستجابه لحضرتك. ان شاء الله. تمام. طيب استاذ محمود زيدان عايز يسال حضرتك سؤال. دكتور صابر ازاي حضرتك فندم؟ مساء الخير محمود بيه، ازاي حضرتك؟ مساء النور، ربنا يخليك. احنا بنشكر سيادتكم طبعا في المجلس القومي على المجهود اللي بتعملوه ده، وطبعا الحاجات دي اول مره بنشوفها، يعني من سنين كتير ان وقف زواج القاصرات او الاطفال، ان الدوله تتحرك بشكل جدي وتوقفه بشكل رسمي، فده بصراحه يعني جهد مشكور من الدوله، بيؤكد ان احنا في عهد جديد وتوقيت جديد واجراءات لحمايه الاطفال بشكل اكتر. لكن سؤالي لحضرتك يا دكتور هو بخصوص العقوبات الموقعه على اسره سواء الطفل او الطفل في اتمام زواج في عدم بلوغ الاطفال. فحضرتك هل شايف ان العقوبات دي يعني اللي موجوده في القانون مش كافيه للردع، ولا سيادتك شايف ان البرلمان لازم يعمل تشريع مخصوص لينص تحديدا على عقوبات مشدده على اي حد يشارك في هذه الجريمه، خصوصا المأذون او المحامي او والد والدين الاطفال يعني؟ الاول اشكر حضرتك على الكلام الطيب اللي قلت علينا، وبرضه الاعلام مسؤول معانا نوعي الناس، نقدم توعيه للناس والارشاد للناس عن اضرار كافه اشكال عنف الاطفال من ضمنها زواج الاطفال. وكمان محتاجين يعني دعم حضراتكم والاعلام دايما عن خطنا 16000، اللي بيلاقي طفل في اي مشكله او اي خطر يتصل علينا، والخط ده خط مجاني بيعمل على مدار اليوم 24 ساعه وقائم الاجازات والعطلات. فيما يتعلق بحضرتك بتتكلم على العقوبات، احنا للاسف ما عندناش تجريم
واضح لزواج الاطفال. احنا حضرتك لو حضرتك تبقى عارف احنا ما عندناش في قانون العقوبات الا ماده واحده 227 بتتكلم على العقوبه في حاله ان المأذون او الاسره اثبتوا في المستند الرسمي اللي هو سكه الزواج سن على خلاف الحقيقه. لكن غير كده ما عندناش تجريم واضح لزواج الاطفال. في سريه في البيانات والبلاغات يا دكتور؟ اكيد اكيد البيانات فيها سريه طبعا عشان نشجع الناس على البلاغات. اللي خايف من حاجه قلقان من حاجه ما يبقاش قلقان يتصل. احنا المجلس هو خاصه الطفل هو اللي بيتدخل في البلاغ، هو اللي بيقدم الشكوى للجهات المعنيه وفي سريه للبيانات. يعني لو حد اتصل على حضرتك بلغك بواقعة معينة والواقعة صحيحة وحضرتك شفتها صحيحة ما بتذكرش اسم الشخص ده لأنه ممكن يبقى جار ويحصل مشاكل؟ لا لا، فاحنا نشجع الناس انها تكشف هذه الحالات وتتصل بالخط نجدة الطفل ويبقى في تواصل بينكم. يعني اكيد اكيد ده من ضمن الاسباب او المبررات اللي تشجع الناس على انها تقدم البلاغ، انه مش هيتعرض لضرر وان بياناته سريه ومفيش حد يطلع عليها. دكتور طارق صبر عثمان مدير خط نجدة الطفل بالمجلس القومي للأمومة والطفولة، بشكر حضرتك جدا على المداخلة معايا.